النشرة السادسة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. حصيلة وفيات كورونا تناهز 100,000، وباريس تعلن وجود 50 إصابة على متن حاملة الطائرات شارل ديغول. كورونا يعزز خطاب الكراهية في الولايات المتحدة، ونيويورك تدفن الضحايا في مقابر جماعية. بوتين يعلن نية بلاده إجراء محادثات دولية جديدة بشأن النفط غدا اتفاق أوبيك بلس على خفض حجم الإنتاج. قمة للاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر الجاري غدا إقرار خطة إنقاذية بقيمة 540 مليار يورو لمواجهة كورونا. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 1,600,000، فيما قارب عدد الوفيات 100,000. في إسبانيا تواصل تراجع الوفيات مع تسجيل 650 وفيات، كما تواصل تراجع الأرقام في إيران مع تسجيل أقل من 2,000 إصابة جديدة. وفي بلجيكا ارتفع عدد الوفيات بشكل كبير ليبلغ أكثر من 3,000 شخص بعد تسجيل نحو 500 وفاة. إلى ذلك، كشفت وزارة الجيوش الفرنسية عن إصابة 50 فردا من طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا. بيان الوزارة أشار إلى أن 3 بحارة تم إجلاؤهم كتدبير وقائي، مشيرة إلى أنه لم يلاحظ أي تفاقم في صحة البحارة الموجودين على متنها في الوقت الحالي. يذكر أن شارل ديغول هي حاملة الطائرات الثانية التي تسجل فيها إصابات بالوباء بعد الحاملة الأمريكية ثيودور روزفلت. معنا من برلين الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان. أستاذ أكثم حياك الله بداية، وتبدو الأوضاع في المدن وفي الدول الأوروبية متباينة من حيث التراجع والازدياد في عدد الإصابات. هل يمكن أن نوضح خريطة انتشار الوباء في الدول الأوروبية حاليا؟ تحياتي لكم. بداية طبعا أوروبا ككل هي إحدى أهم البؤر، لم تكن البؤر الأهم حاليا على مستوى العالم رغم الأخبار القادمة من خلف المحيط من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نعم هناك تباينات. الموحد بين الجميع هو إجراءات وقائية، إما حظر تجول، إما تحديد لهذا التجول، تعطيل المدارس والدور الحضانة وما إلى ذلك من أمور الأعمال، كثيرا ما تتم من البيت عبر الإنترنت عبر الأونلاين. هذه هي الحالة العامة في أوروبا تقريبا كلها. هناك دول كانت أكثر تشددا ربما كهنغاريا، هناك دول كانت أكثر تساهلا كالسويد التي أعطت نصائح فقط لكنها لم تفرض حظرا على أي حركة، تلك هي النقطة ربما السويدية التي تستحق المتابعة، لكن الباقيين ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا في حالة مشتركة، إنما الفرق هو في نسبة الإصابات ونسبة الوفيات. وعندما ندخل على موضوع الأرقام علينا الحذر بشدة، لأن ألمانيا مثلا تعتبر نسبة الإصابات فيها قليلة بعض الشيء، ليس لأنها قليلة لكن لأن حجم الفحص كبير، بينما في دول أخرى الإصابات نسبتها كبيرة لأن الفحص يتم على أعداد أصغر. أستاذ أكثم، أن هناك محاولات كما يقال لإيجاد توازن في الدول الأوروبية بين الحظر ومنع التجول والإجراءات الوقائية وبين تسيير عملية الاقتصاد في البلدان، ربما هذا له انعكاسات أو له تداعيات على مكافحة الوباء، هذا صحيح؟ صحيح بقوة، لأن الخطر في أوروبا الذي تم النظر إليه منذ البداية هو الخطر الاقتصادي أكثر من الخطر الصحي. تعرف أن منذ معاهدة شنغن الحدود مفتوحة داخل أوروبا، والاتحاد الأوروبي كان له حدود أو تحركات خروج ودخول مع باقي مناطق العالم. أغلق الاتحاد الأوروبي منذ حوالي أسبوعين وأغلقت حدود داخل الاتحاد الأوروبي، ولو طبق هذا الأمر بنسبة 100% لسقط الاقتصاد الأوروبي مباشرة في حالة
ركود، ما تم التوافق عليه هو أن تكون الحركة الضرورية ممكنة مع تعريف الضرورة هنا بناحية اقتصادية، يعني ليس العاشق البولندي الذي يريد لقاء عشيقته الألمانية، وإنما سائق الشاحنة البولندي الذي ينقل بضائع إلى ألمانيا يعبر الحدود وينتظر الآخر أو تنتظر العائلات التي على طرفي الحدود أو العلاقات الشخصية على طرفي الحدود. لذلك نعم الأمر الأول كان له بالتأكيد طبع صحي، لكن الخطوة الثانية مباشرة كانت واضحة المعالم على الصعيد الاقتصادي، وهذا واضح حتى وبين على مستوى الدول الوطنية نفسها. يعني هناك حظر أو مش بحظر للتجوال في بعض المناطق، أو لنقل ممنوع السير أكثر من اثنين في مختلف أنحاء ألمانيا إلا إن كانوا عائلة واحدة، وإلا طبعا تتعرض للمخالفة. لكن هناك مدن بذاتها أغلقت في ألمانيا حتى إمكانية التنزه وما شابه ذلك. هناك إذن محاولة للتعامل مع فيروس، تقول طريقة التعامل معه أنهم لا يعلمون بالضبط كيف ينتقل، لذلك يحافظون على مسافة معينة، لكن لا يعرفون في نهاية المطاف إن كان هذا سيكفي. طيب أستاذ أكثم، في موضوع التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي الذي كان محل جدل وانتقاد في مرحلة سابقة، وكان في نوع من يعني الامتعاض من بعض الدول، الحكومة الإيطالية على سبيل المثال، إسبانيا كذلك، جرى عملية تدارك لهذه المسألة. هل تعتقد أنه الموضوع تم تداركه فعلا، مسألة التنسيق بين الدول الأوروبية، أم أن الشرخ حصل يعني لا يمكن العودة إلى الوراء؟ يعني من صفات هذا الفيروس أو هذه الظاهرة الجديدة أنها فعلا تأتي بأوضاع جديدة لا تعود إلى الوراء على الإطلاق. الاتفاق الذي تم التوصل إليه أوروبيا بعد فشل قمة وزراء المالية، وهي بالمناسبة قمة إنترنتية، يعني لم يلتقوا أصلا لكن التواصل الإلكتروني، وفشلوا في التوصل الاتفاق، ألحقوا ذلك بشبه اتفاق أخرج كل نقاط الخلاف بين هذه الدول من طاولة البحث وركز على المشترك. هي طريقة شرعية وطريقة مفهومة في علم السياسة، لكن في عصر ما قبل الكورونا. الآن وبعد هذه الجائحة، هذه النتائج على السعودية وتحديدا في إيطاليا وإسبانيا والضحايا الذين سقطوا والطريقة التي سقطوا بها، انعدام أجهزة التنفس أو قلة الأقنعة أو سرقة الأقنعة من بعضهم بعض وما إلى ذلك، هذه الأمور تفترض أن تكون هناك طريقة جديدة في التعامل مع الأمر، وهذا ما لم يفعله الاتحاد الأوروبي، وإنما فعلا اكتفى بالطريقة القديمة، الوصول إلى قاسم مشترك أصغر، وكأنه يتحدث عن قضية اقتصادية أو قضية سياسية أو قضية لا تتعلق بحياة الناس. لذلك والشرخ سيبقى قائما ما دام التحرك على هذا المستوى الضعيف. نعم. وتعرفون مجرد أن بدأت الجائحة، الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي أغلبها أغلق حدوده، ركز على آلامه. نعم. المنفردة، ولم يتمكن من مساعدة الآخرين أو تلقي المساعدة منهم. شكرا جزيلا لك أستاذ أكثم سليمان، الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية، كنت معنا مباشرة من برلين. في الولايات المتحدة قارب عدد الإصابات 470,000 وناهز عدد الوفيات 16,700. في غضون ذلك نشرت وسائل إعلام عالمية صورا لمقبرة جماعية خصصتها السلطات المحلية في نيويورك لدفن ضحايا الفيروس في جزيرة هارت النائية. متحدث باسم حاكم نيويورك قال إنه على مدار عقود استخدمت الجزيرة لدفن الأشخاص الذين لم يطالب أقرباؤهم باستلام جثثهم، مشيرا إلى أن الولاية ستواصل استخدام الجزيرة خلال هذه الأزمة. هذا وتظهر الصور مجموعة من الرجال وهم يرتدون ملابس واقية ويكدسون توابيت في حفرة ضخمة. معي مباشرة من نيويورك مراسل الميادين نزار عبود. نزار، الوضع في الولايات المتحدة عموما ونيويورك بشكل خاص، الأمور يمكن اعتبارها في تزايد بناء على الأرقام والمعطيات التي يتم ذكرها؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين أخي كمال. لا شك أن الوضع هنا سيء جدا. الأرقام الأخيرة التي وصلتني قبل قليل تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 475,237,000، وهذا عدد كبير جدا، أي أن نقترب من حاجز النصف مليون. أما عدد الوفيات فتجاوز 17,000، وبالتالي لا عجب
أن تلجأ السلطات في نيويورك الولاية الأكثر إصابة أو تأثرا بهذه الجائحة أن تلجأ إلى جزيرة هارت الواقعة في شمال مانهاتن بالقرب بقبالة حي برونكس. هذه الجزيرة استخدمت منذ 150 عاما لدفن المدنيين المجهولي الهوية. كان هناك قانونا يقضي بأن يدفن أي شخص لا يطالب بجثته إذا استمر بقائه لدى السلطات فترة ما بين 30 إلى 60 يوما. لكن في بسبب ضخامة الوفيات في نيويورك وحدها هناك أكثر من 7000 وفية منذ شهر تقريبا بدأ هذا الحال، وبالتالي البرادات ممتلئة، المستشفيات ممتلئة بالجثث، وهذا الوضع اقتضى إجراء من هذا النوع. باتت الفترة التي يسمح ببقاء الجثة حتى يطالب أحد بها اقتصرت على 14 يوما من شهر أو شهرين، وهذا التطور فرضته الظروف. لا شك طبعا أن هناك مجموعات دينية تطالب بالدفن بطريقتها، لكن من الصعب التعرف في مثل هذه الأجواء. هناك الكثير الذين يموتون في على أبواب المستشفيات أو في شقاقهم، وبالتالي الوضع الاستثنائي فرض حلولا استثنائية. طب بالنسبة للإجراءات الوقائية نزار، يعني الأسباب التي أدت إلى هذا الانتشار الكبير للوباء في الولايات المتحدة تحديدا في نيويورك التي نتحدث عنها أو تتحدث منها الآن، هل فعلا أنه الإجراءات لم تكن مشددة بشكل كافي؟ هل سمحت السلطات بنوع من التحرك لمراعاة للقضايا الاقتصادية ولعجلة الاقتصاد وغيره؟ يعني هل فعلا عدم تطبيق إجراءات صارمة هو السبب؟ لا شك في ذلك، لأن حتى اليوم تستطيع أن تتجول في أي مكان في نيويورك ونيوجيرسي والمدن هذه بحرية نسبيا. المنع هو فقط على التجمع، الشرطة تتدخل عندما تجد مجموعة كبيرة من الناس قرب بعضها في مناطق عامة مثل حدائق مثل الشوارع، عندها تتدخل فقط. لكن التنقل بين الولايات والمدن لا زال حرا إلى حد كبير. هناك طبعا حواجز فرضت في بعض الولايات، لكن نيويورك تحديدا من الصعب حصر العدد الهائل، هناك نحو 19 مليون نسمة في ولاية نيويورك وحدها، وبالتالي من الصعب حصر، إضافة إلى ضرورة تغذية المدينة بالتموين. لا شك أن مدينة مثل نيويورك أو ولاية مثل نيويورك تحتاج إلى تدفق التموين بشكل دائم، وإلا تصبح هناك مجاعة. بالتالي طيب هذا يقودنا نزار للحديث عن هذه سنة انتخابات في الولايات المتحدة بعد كم شهر، بعد كم يعني عدة شهور أو في نهاية العام سيكون هناك انتخابات رئاسية. هل من تأثيرات على حظوظ المرشحين وتحديدا الرئيس دونالد ترامب نتيجة هذا الأداء، أم من المبكر الحديث عن هذا الموضوع؟ في استطلاعات تذكر هذا الأمر؟ لا، حتى الآن المجتمع الأمريكي منقسم وهذا واضح بشكل، هناك تعصب بين الأحزاب بجمهور الأحزاب، لكن الأيام تتبدل بين ساعة أخرى وبين يوم وآخر. لم يكن أحد يتصور وقوع حوادث بهذه الضخامة قبل شهر أو شهرين، بالتالي لا نعرف بعد أسبوع أو أسبوعين ما كيف تكون الأوضاع والنفسية. انسحاب ساندرز من الصراع الانتخابي هو مؤشر كبير، وربما ينسحب آخرون، لكن بالطبع ترامب في وضعه حرج بالنسبة لمعالجة هذه الأزمة. واحد من كل 3 يصابون في العالم هم في الولايات المتحدة، وأسلوب المعالجة سيحدد مستقبل هذه البلاد والعلاقة بين الولايات والعلاقة على مستوى الرئاسة والحكومة الفيدرالية وبين بقية المناطق. يعني وليس فقط الانتخابات، يعني إلى حد الحديث عن مصير الولايات المتحدة والعلاقة بين الولايات تماما كما يحصل في الاتحاد الأوروبي. نعم نزار، نعم تفضل. عذرا لمقاطعتك نزار عبود مراسل الميادين، كنت معنا من نيويورك. مع انتشار فيروس كورونا ترى مجموعات تحمل طابعا عنصريا فرصة لإعادة خطاب الكراهية تجاه الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تقرير لحسن شرارة.
قد يفرض فيروس كورونا تغييرات كثيرة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، وقد يعيد انتشاره ما سعت منظمات حقوقية وشخصيات ملهمة لإخفائه طوال سنوات. خطاب الكراهية والعنصرية يعود ليظهر مجددا في الولايات المتحدة، فمع انتشار الفيروس فيها كشف تقرير استخباري عن خشية من تعاظم نشاطات المجموعات العنصرية والمتشددة تجاه الأقليات والأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية خلال انشغال الأجهزة الأمنية في مكافحة الوباء. التقرير الصادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي وبمشاركة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب شدد على أن تلك المجموعات قد تستغل الأجواء الراهنة لشن هجماتها على خلفية أدبياتها الداخلية التي تحمل مسؤولية انتشار الفيروس لمؤامرة يهودية أو من الصين. من غير المستغرب أن تعود المجموعات ذاتها إلى نشاطاتها العنصرية، فخطاب رئيس البلاد دونالد ترامب كاف ليكون حافزا جديدا على إشعال فتيل الكراهية عبر وصفه فيروس كورونا بالفيروس الصيني، إلى جانب توافق عدد من المسؤولين الأمريكيين مع دعاية ترامب والتسويق لها وإلقاء بعض السياسيين والمعلقين الصحفيين الأمريكيين اللوم على العادات الغذائية الصينية بأنها سبب الفيروس ومصدره. وبحسب التقرير تتشابك مصالح هؤلاء مع برامجهم التي تدعو إلى تفوق العرق الأبيض، ويرجح تصاعد في جرائم الكراهية في فترة الشهرين إلى الثلاثة المقبلة. ربما لا يكفي تلك الأقليات المضطهدة سوء أحوالها المعيشية أو قلة الخدمات المقدمة لها ونقص الرعاية الصحية، إضافة إلى غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية حتى يلقى باللوم عليها، بعدما سجلت الإحصاءات أن 70% من المصابين هم ذوي البشرة السمراء. ولا يخفى أن ذلك يعود إلى سياسة التفاوت الطبقي بحسب خبراء وطبيعة أعمال هؤلاء التي تفرض عليهم الخروج بعد الدعوة إلى البقاء في المنازل، ما يجعلهم بالتالي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. وفي واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا في مكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بفيروس كورونا، ورصدت نحو 450 إصابة داخل السجن وفقا لما أعلنه مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، فيما نقل 57 مصابا إلى المستشفيات إلى جانب تسجيل وفاة أحد السجناء. ويرفع السجناء لافتات يطالبون فيها المساعدة، بينما تشهد السجون الأمريكية انتشارا سريعا للوباء. كشف المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي هو فيروس كورونا. ساندرز وفي مقابلة مع وكالة MSNBC الأمريكية قال أن قرار الانسحاب تأثر بكونه عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ويحتاج حاليا إلى حل المشاكل المرتبطة بأزمة الوباء غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، وأشار إلى أنه ينوي المساعدة في حماية العمال الأمريكي من الانهيار الاقتصادي، ولا سيما مع فقدان ما لا يقل عن 17 مليون شخص أعمالهم. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج أنه لدى فيروس كورونا ثلاثة أنواع قاتلة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن السلالة الأصلية هي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وليست الصين. ووفق الدراسة فإن تحليل السلالات أظهر أن الفيروس الأصلي الذي يعتقد أنه قفز إلى البشر من الخفافيش لم يكن الأكثر انتشارا في الصين. وفي أكبر زيادة يومية في روسيا أعلن تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 11915. تواري الرئيس الروسي عن الأنظار لبضعة أيام شجع على انتشار شائعات حول احتمال إصابة فلاديمير بوتين بفيروس كورونا أثناء زيارته المستشفى الوبائية واحتكاكه المباشر لساعات بمديره دينيس براتسنكا الذي نال منه الوباء. لكن الرئيس الروسي قطع الشك باليقين عندما ظهر مترأسا اجتماعا لكابينة الأزمة بمشاركة ممثليه في الأقاليم. فلاديمير بوتين استبق الاجتماع بإقالة عدد من رؤساء الأقاليم الذين فقد الثقة بهم.
وقبل ذلك أعلن القائد العام بوتين حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر كورونا، تضمنت من الإجراءات إنزال الحرس الوطني الروسي إلى الشوارع لصيانة الأمن وحماية سلامة المواطنين والمؤسسات الحيوية. اللافت أن الاجتماع نقل مباشرة على الهواء واغتنمه الرئيس لمخاطبة الأمة فيما وصفها بمرحلة تحديات صعبة تمر بها روسيا. الرئيس الروسي لم يذكر كل التحديات، لكن تقارير مراكز دراسات بثت حتى على قنوات التلفزة الرسمية تحدثت عن واقع ابتزاز روسيا من خلال حرب النفط لجرها إلى مساومات في قضايا مصيرية مثل انتماء القرن والإبقاء على معاهدات خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وأخرى مبدئية مثل دعم سوريا وفنزويلا. التقارير تقول أيضا أن الدولة العميقة تحرك خيوط الدمى في هذه المسرحية، أما الأدوار فموزعة على كل من السعودية والبرازيل والنرويج فيما يخص النفط، وفيما يخص الضغط الداخلي فالدور أنيط بالجناح الليبرالي الذي لم يفقد تأثيره في مؤسسات الدولة مدعوما من بعض أقطاب طبقة الأوليغارشية. بوتين انتصر في معركة أخرى، لكن الحرب على النهج الذي تمثله روسيا لم تنتهي بعد. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيتم البدء بتنفيذ خطة جديدة غدا السبت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا. وكالة تسنيم قالت إن الخطة الجديدة ترتكز على قاعدة التباعد الاجتماعي الذكية مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية المحددة في وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، مشيرة إلى أن روحاني تلقى عدة تقارير منفصلة من وزيري الداخلية والصحة بشأن تنفيذ الخطة الذكية وبدء نشاطات بعض المهن في جميع المحافظات باستثناء العاصمة. عربيا، سجل اليمن اليوم أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر في حضرموت لمواطن يمني يعمل في الميناء. اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد 19 أعلنت عبر تويتر تسجيل الإصابة الأولى في المحافظة، موضحة أن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة. السلطات المحلية قررت حظر التجوال في المديريات الشرقية في المحافظة والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في عدد من المديريات كإجراء احترازي. نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي هدد حكومة هادي بإغلاق المنافذ من المناطق المحتلة ما لم تسارع لاتخاذ هي ذلك لمواجهة تفشي كورونا. وعلى وقع ظهور أول إصابة بالفيروس في حضرموت اقترح ووضع 5% من قوات الاحتياط الضاربة تحت الجاهزية إلى جانب الطواقم الصحية والأمنية، وناشد الجميع التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها. ميدانيا، واصلت قوات التحالف السعودي خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنته، حيث أفاد مصدر عسكري بأنها استهدفت شارع صنعاء ومثلث العدين في محافظة الحديدة. يأتي ذلك عقب استهدافها مناطق متفرقة في مديرية منبه الحدودية مع جيزان غرب محافظة صعدة شمال اليمن. يقتضي استمرار الحصار وبالتالي. رحبت وزارة الخارجية العمانية بإعلان التحالف السعودي وقف إطلاق النار في اليمن، داعية جميع الأطراف إلى الاستفادة من هذه الخطوة. الخارجية أعلنت ضرورة تغليب لغة الحوار بين الأطراف اليمنيين للتوصل إلى حل شامل للأزمة في البلاد، معلنة تأييدها ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل. أعربت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية عن قلقها على الأوضاع المعتقلين في السجون البحرينية وتحديدا كبار السن والمرضى في ظل تفشي كورونا. من جهته دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المشاركة في حملة تغريد تحت وسم قصة سجين مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين يعانون من حالات الانهيار العصبي والأمراض المختلفة. خافون علينا تقولوا لا تطلعوا واحنا معقبات وتنظيف، شلون 16 نفر في حجرة لا عندهم تعقيم، لا عندهم شمس، لا عندهم اكل عدل، لا يعني
وش نسوي إلى متى يعني إلى متى؟ تناشد أم المعتقلين علي وأحمد عباس العالم للإفراج عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية، ولو كان فيروس كورونا من لحم ودم لناشدته أيضا، ولا أخبرته أن لأمهات المعتقلين ما يكفيهن من الهموم، وأن قلوبهن لن تقوى على الصمود أمام وباء يهدد حياة أبنائهن ويهز بنيان العالم. قبل أيام علمت أم علي أن أحد ابنيها يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، وأمام رفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى تمنت عليها أن يحضر إليها لتداويها. أنا ما أتمنى شيء، أتمنى بس تجيبوا الولد عندي، أنا بدعوه، أنا بجوده. ناشطون بحرينيون أكدوا تسجيل إصابات بفيروس كورونا في السجون، وحذروا من أن انتشاره داخل زنازين يتخطى عدد النزلاء في كل واحدة منها 14 معتقلا، سيشعل الشارع وسيحرق البلاد. إلا أن وزارة الصحة تنفي كل ما سلف، فماذا عن التسجيلات الصوتية التي تعبر حواجز السجون لتخبرنا عن أهوال ما يحدث داخلها؟ في إجراءات احترازية داخل مبنى حيال كورونا. قبل أيام شخصيا كنت أعاني من زكام شديد وعطاس متواصل، وعندما أخبرت الشرطة لإجراء فحص احترازي فلم يعيروني أي اهتمام. ضغوط دولية ومناشدات حقوقية تتعرض لها المنامة للإفراج عن معتقلي الرأي، لكنها تصطدم بحائط الرفض. ربما تظن الحكومة أن السجون التي يحرم على المنظمات دخولها ومعاينتها سيصعب على كورونا اختراقها، وإن كان الأمر كذلك فهذا الطفل حسين ابن الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل يقدم إلى العالم شرحا مبسطا عن كارثة مهولة قد تقع في أي لحظة. إذا واحد ينتقم لهذا بعدين لهذا بعدين لهذا بعدين لهذا بعدين لهذا بعدين لهذا. ابتداء من فجر اليوم بدأ سريان حظر التجوال الشامل في الأردن لمدة يومين إفساحا في المجال أمام فرق التقصي الوبائي للعمل. هذا تقرير لي لنا شاهين. ما بين حظر كلي وآخر جزئي يعيش الأردنيون زمن كورونا، فمن جديد فرض حظر تجوال شامل وعلى مدار يومين من منتصف ليل الخميس ويستمر لغاية منتصف ليل السبت المقبل، تستثنى منه الطواقم الطبية في القطاعين العام والخاص. تختلف مدة الحظر من فترة إلى أخرى، ومعها تتباين آراء المواطنين. بصراحة مع يعني الكل شايف في نوع من الاستهتار لدى الشعب، ما في التزام 100%، ما عم يعني يتبعوا النصائح بشكل المطلوب، فيعني مع ولكن مش لفترة طويلة. أنا ضد فرض حظر التجول الشامل لمدة طويلة، لأنه الناس بدها تشتغل، الناس بدها مواد تموينية، بدها مواد طبية، بدها تتعالج. قرار الحظر الشامل جاء لتمكين فرق الاستقصاء الوبائي من أداء مهامها على أكمل وجه، ومن يخالف أوامر الدفاع سيكون تحت الطائلة المسؤولية القانونية. حظر التجوال هو إن تجربة جيدة، كان الأسبوع الماضي كان عندنا يوم واحد وكان له أثر جيد بما يتعلق بعمل الفرق الطبية اللي تقوم بتتبع المخالطين وإجراء الفحوصات لهم، والاستقصاء الوبائي كان كمان أسهل وأسرع، وبالإضافة لذلك يعني نعتقد أنه هو مهم أيضا لموضوع التباعد الاجتماعي، المواطنون يبقون في بيوتهم وفي منازلهم. انخفاض عدد الحالات المصابة بكورونا لا يعني زوال الخطر، والكلام لوزير الصحة الأردني سعد جابر مؤكدا أن الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة كفيل ليس بوضع حد لانتشار وباء كورونا فقط، وإنما أيضا بعودة عجلة الحياة إلى الدوران، وإلى أن يتم ذلك يبقى قرار عمل القطاعات الاقتصادية قيد البحث والدراسة وفق تطورات الأوضاع. لان شاهين عمان، المعادين.
في لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي مدينة صور جنوب البلاد التزام تام بالتعبئة العامة بدءا من إقفال المحل وصولا إلى المسافة الآمنة. هذا تقرير لأماني مهنة. هي بطلة المدن والكلام عليها ما له نهاية، كما وصفها الشاعر اللبناني سعيد عقل. إنها صور، مدينة بالأمس القريب كانت تضج بالحياة، اليوم فارغة تماما إلا من طيرها الفينيقي. بالحقيقة بأول أيام واجهتنا كتير صعوبات، اللي هي توعية الناس، مثلاً لسكر محله، حط الكرسي قدام محله، قعدة محله. تعاوننا نحن والقوى الأمنية بمختلفها، وسيرنا دوريات مع مكبرات صوت أيضاً. مدينة الميناء البحرية والأحياء القديمة والأسواق العتيقة تشتاق لأناسها، أناس حرموا من كزدورة المساء على صوت هدير الأمواج المرتطمة بأسوار القلعة بسبب منع التجول المؤقت في لبنان، فما كان من الصوريين إلا التزام منازلهم للحد من تفشي كوفيد-19. وهلأ صرنا عم نلاحظ بعد تمديد فترة الطوارئ الناس زهقت بيوت، رجعت تتمشى، رجعت بتعمل الرياضة. هلا يمكن حقها، بس الخطوة هيدي رح تسبب مشكلة بالمستقبل تمس بوجودها. شبه الجزيرة الواقعة على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، ها هي اليوم تواجه وباء لا يرحم بكل إمكاناتها البشرية واللوجستية. بالأساس نحن عنا باتحاد بلديات صور وحدة إدارة الكوارث والحد من المخاطر، تحولت بالتنسيق مع الوحدة الوطنية لإدارة الكوارث برئاسة مجلس الوزراء والوحدة الوطنية بمحافظة الجنوب لهيكلية أزمة للحد من انتشار فيروس كورونا. في عنا 5 مواضيع بنشغل عليهم: أمن صحي، أمن غذائي، إرشاد اجتماعي، الأمن الوقائي، وحيث يوجد إدارة للمخيمات والتجمعات. منع الازدحام ولا سيما في التعاونيات والمحال والأفران من أهم الخطوات المعتمدة في المناطق كافة. نحن بداية بنبلش من هون من المدخل التعاوني، لما يجي زبون أكيد فحص الحرارة، بعدين بنعقم له إيديه، بعدين بيلبس الكفوف، ومننتقل للمرحلة الثانية جوا اللي هي تعقيم العربيات والإجراءات التعقيم داخل الصالة. برغم التململ والقلق والقلة المادية، إلا أن السلطات اللبنانية مددت فترة التعبئة العامة 2 إضافيين، فلا حل سوى التزام المنازل. أماني مهنة من مدينة صور جنوب لبنان، الميادين. النشرة مستمرة وفيها: كورونا يخلي شوارع القدس القديمة في يوم الجمعة العظيمة. مجددا حياكم الله. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قضيتي النفط وكورونا، وكان بوتين أعلن أن موسكو وواشنطن تحاولان تنظيم عمل مشترك في الأسواق العالمية وفي مجال مكافحة فيروس كورونا. وأضاف بوتين أن بلاده تتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المشاكل الدولية الراهنة، مؤكدا أنه يخطط لإجراء محادثات جديدة مع الشركاء الأجانب بشأن قضايا النفط. إلى ذلك، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في أعقاب اجتماع حاسم اليوم الجمعة أن اتفاقا بين البلدان المصدرة للخام وعلى رأسها السعودية وروسيا أفضى إلى خفض الإنتاج العالمي. هذا تقرير لعبد الله ظاهر. كادت المكسيك أن تطيح جهود الزعماء 3 فلاديمير بوتين، الملك سلمان، ودونالد ترامب لتقريب وجهات النظر وتعبيد الطريق أمام منظمة أوبك للتوصل إلى اتفاق وأن تحول قمتهم الهاتفية إلى سراب. وحدها المكسيك بقيت رافضة تفاصيل الاتفاق النفطي القاضي بخفض الانتاج العالمي 10 ملايين برميل كل يوم. لكن حالما بزغ فجر الجمعة، أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيونالي عن سير بلادها في الاتفاق وخفض انتاجها 100,000 برميل كل يوم.
موافقة المكسيك المتأخرة سمحت بمرور الاتفاق ووصوله إلى بر الأمان، حيث سيجري خفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل كل يوم في الشهرين المقبلين، ولا سيما من جانب السعودية وروسيا، لكن بمشاركة نحو 20 دولة أخرى في هذا الخفض. خفض بات مصلحة للجميع، لا بل بات في الآونة الأخيرة عبئا على المنتجين والمصدرين والمستهلكين، هو اتفاق المصالح النفطية المشتركة. مصالح نوقشت في القمة الهاتفية ليلة الاتفاق بين بوتين وسلمان وترامب، قمة عنوانها الوحيد عودة السوق النفطية إلى عقالها واستقرارها تبعا لمصالح البلدان المنتجة. 11 ساعة من المناقشات عبر الدائرة المغلقة تمخض عنها اتفاق وضع حدا للهبوط المريع في أسعار النفط، حيث لامس سعر البرميل في الشهرين الماضيين 20 دولارا، وهي أسعار لم تسجلها السوق منذ العام 2002. محللون نفطيون شككوا في قدرة المنتجين على دعم الأسعار باعتبار أن خفضا بمقدار 10 ملايين برميل كل يوم في أيار مايو وحزيران يونيو سيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين وسيمنع الأسعار من الانهيار، لكنه لن يسمح بتحقيق التوازن المرغوب فيه في السوق النفطية. ومن هنا فإن أوبك ستعقد اجتماعا جديدا في حزيران يونيو المقبل لتقييم اتفاقها هذا وتحديد خياراتها النفطية بعيدا من السياسة لأشهر الصيف والخريف المقبلة. معي مباشرة من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. هذا الاتفاق وهذه المباحثات سلام، هل يمكن أن تؤشر إلى ملامح نهاية ما عرف بحرب الأسعار؟ كمال، بداية لابد من الإشارة إلى أنه خلال أقل من 24 ساعة يتهاتف الرئيسان بوتين وترامب، والمكالمة الثانية جاءت بمباشرة من الرئيس الأمريكي ترامب نفسه. ويعني حسب ذكر الكرملين فإنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الاتفاق الذي تجري صياغته حتى الآن. يعني هذا الاتفاق لم يصاغ بشكل تام، كانت هناك طبعا مواقف معارضة مثل المكسيك، لكن يبدو أنه الرئيس ترامب استطاع أن يحتوي هذا الموقف وتم التوصل إلى اتفاق ما. هذا الاتفاق يبقى مرحليا ومؤقتا، نحن لا نستطيع أن نقول بأن كل الإشكاليات قد أزيلت من الطريق. فعلا يمكن القول بأنه حرب النفط التي رأيناها على مدى شهر تقريبا، يعني منذ مطلع آذار، يعني بتلك الصيغة وبذلك الشكل يمكن القول أنها انتهت، لكن الإشكاليات تبقى قائمة. والآن وزراء الطاقة يعقدون مؤتمرا عبر النت، المؤتمر تقريبا انتهى وفق آخر المعطيات المتوفرة لدينا، يجري الآن صيغة الوثيقة النهائية. هناك تسريبات بأنه بعض الوزراء غير راضين، وهناك يعني تلميح بأن المكسيك لا تزال غير راضية وكذلك البرازيل. كان هناك تصريح من وزير الطاقة البرازيلي قال أن هذه الأمور يجب أن يتحكم بها السوق ولا يمكن أن يتم الاتفاق عليها. ونحن كنا قد أشرنا سابقا بأن هناك كانت محاولات لاستغلال البرازيل والنرويج والسعودية من أجل فرض واقع جديد في سوق النفط، لكن يعني نحن نرى أن النهج الذي مضت به روسيا والذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين حقق ربما نجاحات محددة في هذه المسألة. لكن مهم جدا أن الرئيس ترامب هو الذي يبادر بالاتصال بالرئيس بوتين في هذه اللحظات ربما الحرجة، خاصة ووزراء طاقة دول العشرين مجتمعون. إذا هناك فعلا فهم بأن يعني ننطلق من أن شيء أصبح معروفا ويردد دائما، هو أن العالم قبل كورونا ليس كما العالم يعني بعد كورونا. لذلك هذه الأزمة فرضت واقعا جديدا على العالم، فرضت أيضا روسيا من جديد بهيكل جديد وبقوة جديدة لا يمكن تجاهل موقفها وما تقوم به، وأيضا لا يجوز أن يعني تجري مثل هذه الأمور مثل حرب النفط وتكون روسيا هي المستهدفة. وأيضا يعني واضح جدا
جدا ايضا من تصريحات الكرملين اليوم انه الروس الرئيس الروسي رفض ان يلتقي برؤساء شركات النفط الروسيه التي يقال يعني في اوساط كثيره بانها مرتبطه يعني لديها ارتباطات خارجيه. هذا يعني ان الرئيس بوتين هو يمسك بزمام الامور في روسيا ويفرض ارادته ويفرض سياسته ويفرض نهجه ايضا في السياسه الدوليه. نعم. وهذا ما يجعل الجانب الامريكي ايضا يستمع الى روسيا يستمع الى روسيا. اشكرك على كل هذه المعلومات والتحليل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشره من موسكو. قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري بيل كاسيدي مشروع قانون يقضي بسحب الجيش الأمريكي من السعودية في محاولة للضغط عليها لخفض إنتاجها النفطي ووقف هبوط أسعار الخام الذي أضر بشركات الطاقة الأمريكية. مشروع القانون المقترح يقضي بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في آذار مارس. دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى قمة أوروبية تعقد عبر الفيديو في 23 من نيسان أبريل الجاري، وأكد أن القمة ستخصص لبحث الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وسط تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى إرساء القواعد لانتعاش اقتصاد قوي. يأتي ذلك غداة توصل وزراء المال الأوروبيين إلى خطة إنقاذ مالية بقيمة 540 مليار يورو لمواجهة كورونا. نفذ الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في صحراء غرب الأنبار. إعلام الحشد الشعبي أشار إلى أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات لداعش قد تطال القوات الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي. إلى غزة حيث أصيب صيادان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم من معاناة آلاف الصيادين الذين يرزحون تحت حصار بحري منذ 13 عاما. هذا تقرير لأحمد غانم. هكذا عاد أحمد إلى منزله أخيرا بعد ليلة شاقة نجا فيها من الموت بأعجوبة. ساعة كاملة لاحقت فيها زوارق الاحتلال الحربية تقاربه في عرض البحر بينما كان يبحث عن قوت يومه، انتهت بعملية استهداف مباشرة أدت إلى إصابته وتدمير قاربه. يمكن حوالي 100 طلق طاخ، خزق السفينة وخزق الأكل وخزق السطل، حتى كمان حبل المرسى قطعه وصار يضخ علينا ويقولنا وقف ايش لهواعيك وقف ايش لهواعيك. طخنا عده اطلاق يعني في رجلي، طخنا عده اطلاق، وقفت يعني على ركبتي اني اجدف اقلط يعني حد ينقذنا، ما حصلش هذا الاشي، عاود رجع طخنا كمان مره. لجان الصيادين في غزة قالت إن الاحتلال لم يوقف عدوانه بحق الصيادين حتى في ظل جائحة كورونا، وتعمد إصابتهم وقتلهم بهدف حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، مؤكدة أن إسرائيل تتخذ من صيادي غزة حقل تجارب لأسلحتها الفتاكة. قطاع الصيد يعاني من التدمير الممنهج من قبل سلطات الاحتلال الحربية، ما يستخدم الاحتلال من رصاص باتجاه الصيادين يكاد يكون الصياد الفلسطيني هو حقل التجارب للأسلحة الإسرائيلية. في ظل استمرار الصمت الدولي، المهم لدى الاحتلال الإسرائيلي هو وقف عجلة الإنتاج، تدمير قطاع الصيد المدمر أصلا، تدمير المحركات والمراكب التي يمنع الاحتلال إدخالها للصيادين. ومنذ فرض حصاره على غزة قيدت السلطات الإسرائيلية مساحة الصيد فضلا عن تدميرها مئات القوارب ومصادرة عدد آخر، يضاف إلى ذلك منع إدخال المعدات اللازمة للصيد في استهداف مباشر لقوت ما يزيد على 5000 صياد فلسطيني. استهداف إسرائيل للصيادين الفلسطينيين لا يرمي إلى قتلهم فحسب، بل يسعى أيضا إلى استهداف لقمة عيشهم المغمسة بالدم وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، مستغلة كما تؤكد لجان الصيادين انشغال العالم بمواجهة كورونا. أحمد غانم، غزة، الميادين. أصيب عشرة فلسطينيين بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.
الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتاوي أشار إلى أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلفة بالمطاط ضمن موجة تصعيد غير مسبوقة. خلت شوارع القدس القديمة من فعاليات إحياء يوم الجمعة العظيمة بسبب جائحة كورونا، كما خلت طريق درب الآلام من المصلين الذين كانوا يحتشدون في هذا الوقت في كل عام لإحياء المناسبة. في رسالة حب ودواء للجراح التي أصابت إيطاليا والعالم من جراء تفشي فيروس كورونا، سيصدح مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي بصوته ليقدم لمناسبة عيد الفصح تراتيلا بمفرده في كاتدرائية ميلانو الفارغة في المنطقة التي أصابتها جائحة كورونا وضربتها بقوة. ونشر بوتشيلي مقطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر أعلن فيه موعد العرض بعد غد الأحد. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. حصيلة وفيات كورونا تناهز 100,000 وباريس تعلن وجود 50 إصابة على متن حاملة الطائرات شارل ديغول. كورونا يعزز خطاب الكراهية في الولايات المتحدة ونيويورك تدفن الضحايا في مقابر جماعية. ترامب يتصل ببوتين لبحث قضية النفط وكورونا غداة اتفاق أوبك بلس على خفض حجم الانتاج. قمة للاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر الجاري غداة إقرار خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو لمواجهة كورونا. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية espanol.almayadin.net. إلى اللقاء.